يعطيكم العافية، معكم دكتور طلال محلاوي أستاذ مساعد في مداوات الأسنان. محاضرتنا اليوم حتكون عبارة عن ترميمات الكومبوزيت الخلفية من وجهة نظر السريرية الجزء الأول. كلاتنا بنعرف حجم الطلب اللي بيطلبه المرضانا الأيام على الحصول على ترميمات مماثلة للون النسوج السنية، ترميمات الأملجامية، خدمة طب الأسنان، خدمة بفواه المرضى لفترات طويلة. لكن المرضى، في كتير عندنا من المرضى بيشتكوا من المظهر غير التجميلي لهذه الترميمات، من شان هيك بنلاحظ أنه في عندنا كتير طلب على وضع ترميمات على الأسنان الخلفية بترميمات محاكية للون النسوج السنية. طبعا هذا الموضوع له اعتباراته وفي له استطباباته وفي له طرقه الصحيحة التي لازم انه يتطبق من خلالها لحتى نقدر نحصل على النتائج الجيدة. اذا ترميمات الكومبوزيت الخلفية ما لها وما عليها، نسب نجاحها، طريقة تطبيقها بشكل جيد، ما بنعرف هي اصبحت الطلب اللي عم يطلبوا فيه المرضى بشكل كتير كبير. بدنا نعرف امتى ننصح مريضنا، بدنا نعرف امتى ما ننصح مريضنا بهذا الموضوع. لذلك بالبداية لما انا بدي احكي انه انا بحاجة اني اضع ترميم كومبوزيت، بدي ابلش احط ترميمات تجميلية بدلا عن ترميمات المعدنية، فإن هذا معناها لازم انه انا اعرف مقارنة ما بيناتهم، ما هي نسب الفشل السنوية لترميمات الكومبوزيت، ما هي نسب الفشل السنوي لترميمات الأملجام. بنلاحظ انه هي متقاربة، يعني اذا برجع بشوف الدراستين بلاحظ انه نسب الفشل السنوية بالنسبة لترميمات الأملجام كانت شيء بين 1.5 لـ 6%، ونسب الفشل السنوية لترميمات كومبوزيت بالشارت اللي على اليمين بنلاحظ انه كانت حوالي 3%. هلا صحيح اذا بنجي بنقارن فتره الدراسه بنلاقي بالأملجام 18 سنه وبنلاقي بالكومبوزيت 4 سنوات، وبالمجمل بالمجمل دراسات الأملجام عم تكون اطول لانه هي الماده اقدم، بس كنسب فشل سنوية عم تكون تقريبا متقاربة. لذلك أنا بقول عندما يتم تطبيق ترميم الكومبوزيت بطريقته الصحيحة وباستطبابه الملائم فإنه نسب الفشل السنوية عم تكون متقاربة مع ترميمات الأملجام. طبعا هذا تشارت أيضا بيوضح لي نسب الفشل. بنلاحظ أنه أفضل شيء وأكثر ديمومة هي ترميمات الذهب اللصاق مقارنة مع الأملجام والكومبوزيت. الأملجام أطول شوي والكومبوزيت أقل نوعا ما، لكن متقاربين بشكل من الأشكال. طبعا ترميمات الأملجام الخلفية الكومبوزيت الخلفية درست في عدة دراسات، في أحد الدراسات أنه أكثر من 5 سنوات كانت نسبة 93% اللي كانت الأملجام فيها 94%. فإذا منقول عندما تطبق ترميمات الكومبوزيت باستطباباتها الصحيحة فإن نسب الفشل السنوية متقاربة مع نسبة ترميمات الأملجام، لذلك ممكن البدء بإجراء ترميمات خلفية، لكن بحاجة نعرف ما هي استطباباتها المثالية لحتى نحن نقدر نحافظ على ديمومة جيدة. مو نجي تفشل ترميمات الكومبوزيت نقول والله ليك ها حطينا الكومبوزيت وفشلت، كان لو قريتني حطيت أملجام. إيه أنت بالأساس ما حطيت الكومبوزيت بتطبيق الصحيح وبالتالي أدت إلى فشل هذا الموضوع. تعال نحكي أول شيء نتعرف على مزايا ترميمات الكومبوزيت أو ترميمات التجميلية على الأسنان الخلفية مقارنة مع ترميمات الأملجام. أكيد بالدرجة الأولى النواحي التجميلية. هلا كنا سابقا نقول أوكي عندنا لون A2 A3 A4 وتفر، عندنا اللون عم يكون مماثل للنسوج السنية، قريب من لون النسوج السنية. هلا لا، صار عندنا أكثر، صار عندنا بأوباسيتيز مختلفة، بشفافيات مختلفة، أنواع ترميمات مختلفة، وبالتالي صرنا قادرين حتى نحط ترميمات على الأسنان الخلفية تحاكي النسوج السنية بشكل كتير قريب، وملونات حتى لحتى نعطي الحالة الطبيعية للنسوج السنية. مدى تماثل اللون، لقيت كمان الدراسات انه 93% من ترميمات الكومبوزيت الخلفية اعطت تلاؤم لوني بعد 10 سنوات، يعني طبقوا ترميمات كومبوزيت خلفية ورصدوها بعد 10 سنوات لقوا انه 93% من الترميمات حافظت على تماثل لونها مع لون النسوج السنية، و7% كان فيها تصبغات وتغير باللون. كمان دراسة تانية لقيت انه 94% من الترميمات استمرت بمطابقة لونية ممتازة حتى بعد 17 سنة. اذا نرجع نقول هذا الموضوع يجب تطبيقه بطريقته الصحيحة وتصليب الكومبوز بشكل جيد مع انهاء وتلميعه بشكل جيد لحتى نعمل شيء اسمه polish retention او ديمومة الانهاء والتلميع لحتى يتضاير معنا فترة اطول. الكومبوزيت طبعا الفيزبل لايت كيور، لازم نعرف ليش عم يكون ديمومة اللون او التماثل مع نسوج سنية افضل او نسبة جيدة
طبعا اذا بدنا نقارنها مع الكومبوزيت ذاتي التصلب السيلف كيور، السيلف كيور بيكون فيه محتوى اميني اعلى، المحتوى الاميني الموجود بالفيزيبل لايت كيور كومبوزيت بيكون اقل، لانه نحن محفزات التماسل هي بتكون عباره عن الالفا دي كيتون اللي هي الكامفر كينون من جهه، ومن جهه ثانيه بيكون عندنا التيرتري امين او الامين الثلاثي، كميه الامين الثلاثي بالكومبوزيت ذاتي التصلب بتكون اعلى، وهو غالبا بيكون ايضا بالاضافه للبنزويل بيروكسايد اللي عفوا محفز التماسر اللي موجود بالكومبوزيت ذات التصلب هو بيكون مسؤول عن التلون بالكومبوزيت الذاتي مقارنة مع الكومبوزيت ضوئي التصلب. إذا هذا نقطة. ونقطة ثانية حجم الذرات اللي صرنا نقدرين نعملها بحجم ذرات صغير فيما يتعلق بترميمات الكومبوزيت الخلفية أدت إلى ما يدعى ببوليش ريتنشن لفترات أطول. أكيد من مزايا الارتباط خليني اقول مثل ما اخذنا سابقا هي انه الحفاظ على النسوج السنيه، لانه انا هون الثبات بحصل عليه ليس من اشكال الماكرو ريتنشن او الاثبات اشكال التثبيت الكبيره، انما من خلال اشكال التثبيت المايكرو ريتنشن اللي بحصل عليها من خلال التخريش الحمضي للنسوج السنيه ووضع الربط. لذلك انا اصبحت اكثر حفاظا على النسوج السنيه، وانا لما بخفف تحضير من النسوج السنيه لازم تعرفوا شغله كثير مهمه، انه السن كتلته بتكون اكثر، ولما تكون كتله السن اكثر هذا بيخلي ديمومته اطول وقدره مقاومته للقوى الاطباقيه اكثر مقارنه مع نسوج سنيه متهالكه او نسبتها قليله مع حجم اكبر للماده المرممه. لذلك نحن بدنا نشوف انه الارتباط ادى، الربط مع النسوج السنيه ادى الى اعطاء نواحي جماليه او نواحي او تخفيف من ازاله النسوج السنيه قدر الامكان للسن اثناء التحضير. طبعا مبادئ التحضير فيما يتعلق بترميمات الكومبوزيت الخلفيه تختلف اختلاف جذري عن مبادئ التحضير التي وضعها بلاك من اجل ترميمات الاماليوم. طبعا اوجه الخلاف بالدرجه الاولى انه تحضيرنا لترميم لسن معد للترميم بالكومبوزيت غالبا بيكون اقل عمقا، شالور مور شالور، ما في داعي اني انا ادخل باعماق كثيره. بنرجع نتذكر مبدا الاوتلاين فورم او الشكل الاولي للتحضير اللي كلنا بنعرفه، انه اول شيء بنلجأ له انه نحن بنحاول نشمل جميع الآف النخريه، هي عم بحكي مبادئ بلاك وطرق ومبادئ تحضير الحفره فيما يتعلق بالنخر الاسنان معدل الترميم بالامالجام. عندنا مبدا الاوتلاين فورم، الاوتلاين فورم احد شروطه انه نعمل عمق اولي لا يقل عن 1.5 ملي، وطبعا هذا بيتراوح من 1.5 ملي ل 2 ملي على هواء انحدار الحدبات. لذلك بالكومبوزيت هذا الشيء غير دقيق غير صحيح لا نطبقه، غالبا ترميمات الكومبوزيت تكون اقل عمقا تقتصر على ازاله الافه النخريه، واحيانا قد لا نحتاج ان ندخل للعاج السني مثل ما انكم شايفين بالصوره. كيف عندي هون انا تحضير لا ترميم بالكومبوزيت بيكون اقل عمقا مقارنه مع التحضيرات اللي هي لازم توصل للناحيه العاجيه، طبعا الا اللهم اذا كان النخر واصل للعاج فهذا موضوع آخر ويجب الوصول إلى السطح العاجي. مثل ما أنا شايفين ممكن أيضا ما يكون بنفس الاستواء، نحن نعرف 1.5 ميلي بده يكون مستوي بشكل كامل، بدنا نحن بالنسبة لتحضير، طبعا هذا الشكل هو شكل تحضير الأملجام، هذا الشكل هو شكل تحضير الكومبوزيت، هذا هو النقط المنقط هو الملتقى البنائي العاجي دنتو إنامل جنكشن، فنحن حسب امتداد النخر ممكن أحيانا ننزل على العاج ممكن لا ما ننزل على العاج، ممكن حسب امتداد النخر. اذا بدي قارن انا بتحضيرات الامالجام بدي يكون عامل انفراج نحو الخارج، وخاصه بيكون عندي ارتفاع الحفافي حوالي 1.6 ميلي او اقل، او 1.6 ميلي عند الضواحك و2 ميلي عند الارحاء، وبنعمل انفراج بزاويه 95 درجه، هذا الشيء غير صحيح غير دقيق، ما بعمله انا بالكومبوزيت، بعمل حسب ازاله النخر والزاويه مستويه. ايضا بنعمل تدوير للزوايا، تدوير للزوايا اللي احنا شايفينها او شطب للزاويه اللبيه المحوريه بالنسبه لتحضيرات الامالجام، بينما هذا الموضوع غير متاح بالنسبه لتحضيرات الكومبوزيت. بعدين عندنا شطب ايضا الزاويه البنائيه بدرجه 22 درجه فيما يتعلق بتحضيرات الكومبوزيت. ايضا الناحيه الاخرى فيما يتعلق بتحضيرات الأملجام، تحضير الأملجام أيضا أو تحضيرات الكومبوزيت إذا بدي قارنها بالمستوى العرضي هي بتكون أضيق مقارنة مع تحضيرات الأملجام.
فإذا the preparation tends to have a narrower outline form compared with the amalgam restoration. لذلك على السطح الإطباقي بيكون أضيق مقارنة مع السطح الإطباقي لترميمات الأمالجام. هذا يعني أنه ستكون القوى الإطباقية المطبقة على الترميمات الأمالجام هي أقل من القوى الإطباقية الكومبوزيت هي أقل من القوى الإطباقية التي ستطبق على ترميمات الكومبوزيت، وهذا رح يخدمنا بالديمومة. عشان هيك برجع بقول، نرجع على السلايد الأول أو الثاني بالترميمات تبعنا، أنه نحن عنا نسب فشل سنوية متقاربة ما بين ترميمات الأمالجام وترميمات الكومبوزيت. هاي نسب الفشل السنوية إذا وضعت ترميمات الأمالجام الكومبوزيت بضمن استطباباتها الصحيحة. هذا الشيء رح يخليني أني أنا أقدر أعمل ديمومة جيدة. فإذا هذا بيخليني less bulky restoration، كمية أقل. لما بكون الكمية أقل بيكون التقلص تصلبي أقل، كل علاقة الحفافية أفضل. أيضا بخف عندي التماس الإطباقي، وبالتالي القوى المتعرضة لها الترميم الكومبوزيت مقارنة مع ترميمات الأمالجام. إذا بنلاحظ بهذا الشكل، الشكل المنقط هو تحضير فيما يتعلق لتحضير للكومبوزيت فيما يتعلق، أما الخط الصلب هو عبارة عن تحضير خاص بالتحضير الأمالجام. لاحظنا كيف الخروج خارج نقاط التماس بشكل أو بآخر أكثر بما يتعلق بالكومبوزيت. عندنا ذنب الحمام مع تدوير الزوايا، هون مش شرط نلتزم بذنب الحمام، مجرد إزالة الآفة النخرية كعرض دهليزي لساني باكولينجوال بيكون أقل من العرض الدهليزي اللساني فيما يتعلق بتحضيرات الخاصة للأمالجام. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، الدوايا الداخلية بتكون أكثر تدويرا، مدورة ولا هي أكثر تدويرا. احنا بنعرف انه كمان بتحضيرات الأمالجام بيكون عندنا الزوايا الداخلية التحضير مدورة، لكن في الكومبوزيت بيكون أكثر استدارة لتخفيف تجميع الإجهادات. وأيضا ممكن نحن ما نفوت على سطح الإطباقي مبدأ التمديد الوقائي، لا نلجأ له من أجل كتمديد وقائي، إنما ممكن نلجأ للدخول على سطح الإطباقي عندما يكون التهدم في المنطقة الملاصقة واسع، وبالتالي نحن بحاجة لتثبيت إضافي فبندخل وبنعمل عملية تثبيت على السطح الإطباقي. لكن الدخول على سطح إطباقي من أجل مبدأ التمديد الوقائي المعتمد في ترميمات أو تحضيرات الأسنان المعدة للترميم بالأملجم، هذا الموضوع غير مطروح أصبح في تحضيرات الكومبوزيت. طبعا الدراسات السريرية أوجدت أنه هذا التحضير غير الممتد على السطح الإطباقي وما يدعى بالسلوت بريبريشن أو تحضير العلبي كان له نجاح جيد ونسب بقاؤه 70% لبعد 10 سنوات مع عدم فشل خلال أول سنتين. فإذا لاحظوا كيف أنماط التحضير بالنسبة للكومبوزيت مختلفة عن أنماط التحضير بالنسبة للأمالجام فيما يتعلق بالعمق، فيما يتعلق بالعرض، فيما يتعلق بتدوير الزوايا، فيما يتعلق بمبدأ التمديد الوقائي مثل ما شرحت سابقا. طبعا أكيد من مزايا هي الارتباط للنسج السنية، وقلت قبل شوي انعكاس ذلك الأمر على الحفاظ على النسج السنية قدر الإمكان لحتى نقدر نحن نحافظ على سننا ويقاوم قوى الإطباقية ويخدم فترة أطول. أيضا من الفوائد ومزايا ترميمات الكومبوزيت الخلفية هي low thermal conductivity، ما له مثل الأمالجام وبالتالي ما بينقل الحرارة مثل الأمالجام. كلنا بنعرف أنه نحن بالنسبة لتحضيرات الأمالجام نضع عازل، وهذا العازل في التحضيرات الضحلة والطفيفة بنحط شيء اسمه فارنش الكوبال حتى يعمل لي عزل للحرارة اللي ممكن يلقى ترميم الكومبو الأمالجام. بينما بالنسبة للكومبوزيت هذا الموضوع ما هو موجود لأنه المادة كمادة غير ناقلة للحرارة، وبالتالي أيضا هي ليست معدنية، وبأنه هي ليست معدنية أيضا هي تساهم في منع التيارات الغلفانية. كلنا بنعرف سبب التيارات الغلفانية هي اختلاف أنواع المعادن ضمن الفم مع وجود اللعاب، هذا بيؤدي لحركة شوارد وبالتالي بيؤدي إلى تيارات غلفانية. التيارات الغلفانية ممكن تؤثر على تآكل الترميمات المعدنية وممكن تعطي حساسية سنية وألم حاد شارب ممكن يأثر على السن بشكل أو بآخر. فنحن ممكن نحن ننتبه لهذا الموضوع قدر الإمكان، أو وضع ترميمات الكومبوزيت سيمنع تشكل التيارات الغلفانية. راديو بسيتي تحسنت صراحة، كانت بالبداية أول أجيال الكومبوزيت ما كان فيها شوعية جيدة، إنما هلأ بعد ما تحسنت شوف الأنواع الكومبوزيت صار في عنا أنواع كومبوزيت بظلالية شوعية جيدة لتستطيع نميز ما بين حواف الترميم وما بين النسج السنية. لأنه إذا سميز نحن ما بين حواف الترميم والنسج السنية نحن نستطيع بنصير قادرين على تحري نكس النخر بشكل أو بآخر لحتى نعرف أنه ما في عندنا أي مشاكل تحت الترميمات الكومبوزيت.
مادة تعد بديلة عن الأمالجم في حال الحاجة إلى تأمين نواحي جمالية. يعني على الأساس الخلفية ممكن يكون ضاحك سفلي تاني، المريض بيفتح تمه فعم يتبين عنده الترميم فهو مزعوج منه، فبيكون عندي حاجة استطباب كافي لأنه أحط ترميم قبض على الناحية الخلفية فهو بديل ملائم. أيضا لما نحن بنستغني عن استخدام الأمالجم نحن استغنينا عن الباكوري ومضاره المحتملة، وخاصة فيما يتعلق لطبيب الأسنان والبيئة بشكل عام كزئبق. هذا اللي ذكرته أنا ما يتعلق بمحاسن الادفانتجز اوف كومبوزيت ريستوريشن على الاسنان الخلفيه. في شيء بالدنيا محاسن بدون مساوئ؟ طبعا لا. خلينا نشوف شو هي ايضا مساوئ ترميمات الكومبوزيت على الاسنان الخلفيه ونتعرف اكثر واكثر على هذا الموضوع. صراحه لازم نعترف ان التقلص التصلبي هو من اهم مساوئ الترميمات الكومبوزيت. حتيجي تقول لي طب الامالجام ما له تقلص تصلبي، حيقول مثل ما ذكرت لكم سابقا الامالجام يتقلص تصلبيا ثم يتبعه تمدد تصلبي والمحصلة هي التقلص، وهذا التقلص نسبته أقل بكثير من التقلص التصلبي تبع الكومبوزيت. لا بل مع مرور الوقت الحلاقة الحفافية ما بين ترميمات الأمالجم وترميمات الكومبوزيت بين ترميم الأمالجم والنسج السنية تتحسن مع مرور الوقت تتحسن. يعني نتيجة التآكل، نتيجة منتجات كبريتية موجودة ضمن الفم بيتركب عندنا مركبات قصديرية كبريتية، هاي المركب جمته اللي بتكون عبارة عن منتجات تآكل بتتوضع ضمن فراغ التقلص التصلبي، فبتقوم بختم حفافي أكثر لاحقا للنسج السنية أو الترميم. هذا فيما يتعلق بالأملجام. لا يمكن بالكومبوزيت الوضع مختلف. فإذا العلاقة الحفافية لترميمات الأملجام تتحسن مع مرور الوقت، العلاقة الحفافية لترميمات الكومبوزيت تقلص تصلبي يتراوح ما بين 2.6 إلى 7.1% وتتراجع مع مرور الوقت، لأنه ممكن يصير عندي انحفاضات حفافي تسرب حفافي لحد. تقلص تصلبي أحد أهم المشاكل وحكينا عليه هذا الموضوع في محاضرات الارتباط مع النسج السنية، مؤدي لي هالجاب وهالجاب ممكن يصير عندي تسرب حفافي، وحكينا احنا سابقا على الادهيزف فيلير وقلنا فشل الارتباط بيصير ما بين المادة الرابطة على حساب المادة الرابطة، سواء مادة رابطة مع نسج سنية من جهة وكومبوزيت من جهة، أو مادة رابطة وكومبوزيت من جهة مع نسج سنية من جهة، هذا بنقول ادهيزف فيلير، أو فشل بمنتصف ضمن المادة الرابطة بحد ذاتها هذا بنسميه adhesive failure أو cohesive failure على حساب سطح الارتباط اللي ممكن يكون تكسر ضمن المينا وخاصة لما بنعمل إنهاء بشكل جيد، أو تكسر ضمن الكومبوزيت لما بيكون غير متبلمر بشكل جيد. هذا كله رح يؤدي لي لما يدعى بالكريز لاين أو سطوح أو تصدعات اللي ممكن تكون ناجمة عن التقلص التصلبي والإجهادات التقلصية. مشان هيك كان الشغل الشاغل في تطوير ترميمات الكومبوزيت هو عبارة عن إيجاد أنواع من الكومبوزيت قليلة التقلص التصلبي. وعلى صعيد هذا الموضوع ظهر لدينا السيلوران. السيلوران وهو نوع من أنواع الكومبوزيت، آليته أو الريزين الموجود فيه مختلف عن الميتلم التكريلات، وهو على شكل حلقات بنسميه رينج أوبينينج تكنولوجي. لما بتتخلص لما بتتصلب تفتح الحلقة وبالتالي بيكون بيصير تمدد، لكن المحصلة كلها بحد ذاتها بتكون تقلص تصلبي. لكن تدعي الشركات المنتجة لترميمات الكومبوزيت سيلوران أن التقلص التصلبي يكون أقل من 1%، وهذا له انعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحسين العلاقات الحفافية. تعال نشوف حالة سريرية موجزة بكومبوزيت السيلوران. هي بعد تحضير الحفرة بشكل من ما لنا شايفين، طبقنا المسندة، تم ترميم السم الأول، هلأ طبعا وضع المسندة على السن الثاني والبدء بوضع المادة الرابطة. طبعا السيلوران له مادة رابطة تتألف من برايمر وأدهيزف وهو ذاتي التخريش. فإذا بنحط البرايمر هو سيلف اتش برايمر، وكلاتنا بنعرف انه البرايمر بالجيل السادس والجيل الرابع مثل ما حكينا اننا لا نقوم ببلمرة البرايمر. البرايمر لا نبلمره، ما في بلمرة، انما البلمرة بتكون عبارة عن البلمرة الادهيزف اللي هي الهيدروفوبيك لاير. لكن هون بالسايلوران نحن بنحط البرايمر اللي هو بده بلمرة اللي هو اسيد اللي هو اسيدك برايمر، لكن هون في اختلاف بنعمل بلمرة له وبنصلبه بالتصليب الضوئي، بعدين بنحط الادهيزف وايضا بنصلبه، وبعدين يتم وضع السيلوران على عده طبقات. ممكن نحول الصف الثاني لصف اول، نشيل المسنده مشان ناخذ راحتنا بنحت الحدمات وتوضع الترميم على الطبقات، وبالتالي بنقدر ناخذ نتيجه جماليه جيده اللي بدنا اياها. هذا فيما يتعلق بالكومبوزيت السيلوراني. من سيئات ايضا الكومبوزيت بشكل عام هو السكندري كيرز. هذا السكندري كيرز ممكن يصير نتيجه فصل الارتباط
بين النسج السنيه، وكثير بنلاحظ انه نسبه نكس النخر تحت ترميمات الكومبوزيت عم تكون اعلى من نسبه نكس النخر تحت ترميمات الامالغام. احد الدراسات لقيت ايضا انه عندنا حساسيه سنيه تاليه، في عندنا حساسيه سنيه تاليه للنسج السنيه، وهي مدروسه ومعروفه في الادبيات الطبيه. بتكون نتيجة الرد اللي بصير النسج السنية، لكن لا تلبس أن تتلاشى مع مرور الوقت. أيضا من سيئاتها انخفاض مقاومتها للاهتراء مقارنة مع ترميمات المعدنية أو ترميمات الذهب اللصاق أو ترميمات المعدنية المصبوبة أو ترميمات الخزفية غير المباشرة. عندي أنا مقاومة اهتراء أقل. هلأ صراحة لازم نعترف أنه ترميمات الكومبوزيت تحسنت بشكل أو بآخر بشكل كتير كتير، فأصبحت مقاومتها جيدة. لذلك تبقى هذه الصفة هي مضاد أو سيئة، بس أخذين بعين الاعتبار أنه يصبح يوجد لدينا بعض الأنواع الكومبوزيت اللي هي جيدة التحمل. إذن عندي مقاومة منخفضة للأبريجن، والأبريجن ما بنعرف هو السحل اللي بيصير على طول السطح، فإذا عندي كمية كاملة من السطح عم تروح. لاحظوا هون الترميم كيف عندي اهتراء، في صار درجة، لأنه نسبة اهتراء النسج السنية أو الميناء هي مو مثل نسبة اهتراء الكومبوزيت، نسبة اهتراء الكومبوزيت أكثر، فبالتالي بعد فترة بتحسوا كأنه الحشوة غرقت بمكانها، صارت كأنه غايرة ضمن النسج السنية، وهذا بسبب انخفاض الوير ريزيستنس لترميمات الكومبوزيت مقارنة مع النسج السنية بشكل أو بآخر. أيضا عندي انخفاض الأتريشن وير، الأتريشن وير هو له علاقة باهتراء بيصير بمنطقة محددة، وغالبا نتيجة ارتفاع أطباق أو حركات جانبية، فتقتلع منطقة كاملة من الترميم، فهي مقاومتها بالنسبة لنسج السنية بتكون أقل بالنسبة لترميمات الكومبوزيت. وقاعدة هامة، كل ما اتجهنا في تطبيق الكومبوزيت نحو الأسنان الخلفية، كل ما كانت الجهود الطبقية عليها أعلى، كل ما كان اهتراءها أكثر. يعني بنرجع بنتذكر عم نقرب نحن راحة ثانية غير راحة أولى، راحة أولى غير ضحك ثاني. دائما كل ما رجعت لورا بدي أفكر عندي والله راحة ثانية وحجمها كبير، ومريض عنده فعالية مضغة كبيرة وعمره 30 سنة وعضلات المضغة كتير قوية، بدي اتوقع فشل اعلى مقارنة مع حط انا والله حشوة كومبوزيت على ضحك تاني سفلي عند مريضة مثلا متقدمة من العمر او ما عندها قوة اطباقية او مريض ما بيعاني من نزز او بروكسيزم. اوكي، فلذلك بدنا نعرف احنا كمان فيما يتعلق ببعض الاستطبابات الخاصة. من الصفات الميكانيكية الاخرى ايضا انه بلاحظ انه الرزين كومبوزيت عنده مقاومة كسر اقل مع الحشوات المعدنية، عنده درجة عالية من التشوه مقارنة مع الترميمات المعدنية 6-8 مرات أكثر، كأوفشن أوف ثيرمال إكسبانشن معامل التمدد الحراري أكثر من نسج سنية. هذه النقطة ما كتير ناخدها على عين اعتبار، لأنه معامل التمدد الحراري صحيح أكثر من نسج سنية يمكن مرتين ونص، لكنه قريب من الأملغام بشكل أو بآخر، يعني ما عندنا حل ثاني. لذلك بنرجع للجزئية، افضل ماده مرممه هي النسج السنيه الطبيعيه، حاول حافظ عليها بالدرجه الاولى من خلال منع حدوث افه، بالدرجه الثانيه من خلال اكتشاف افات في مراحل المبكره مشان ما تكبر الافه، بالدرجه الثالثه فيما يتعلق ب انجاز ترميمات بشكل صحيح. امتصاص الماء، هي مشكله ما لها موجوده بالامالغام، في عندنا امتصاص الماء وتؤثر على الخواص الميكانيكيه وعلى المواد الرابطه ايضا لترميمات الكومبوزيت. نقطة أيضا من سيئات ترميمات الكومبوزيت هي درجات مختلفة، وخاصة لما بنحكي على ترميمات ضوئية التصلب، درجات مختلفة من degree of conversion، من درجة التحول. احنا كيف بتصلب عندي الكومبوزيت؟ بتصلب من خلال تسليط الضوء. طب إذا أنا إيدي كانت بعيدة شوي، طب أنا إذا إيدي كانت مايلة، ففي مناطق بالضمن الترميم رح تتصلب أكثر من مناطق، مناطق سطحية كانت تتصلب أكثر من مناطق العميقة، لما أنا عم بعد إيدي بشكل أو بآخر، لما عم ميل إيدي في سطوح على سطح الإطباقي عم تكون متبلبل أكثر من سطح، لأنه في مناطق تم حجب الضوء عنها نتيجة ميلان اليد اللي هو حجب عنه الضوء السن المجاور. فبالتالي عندي درجات مختلفة من التبلور ضمن السطح تبع الترميم، هذا الموضوع غير موجود بترميمات الأملغام، لأنه بتكون كلها من نفس درجات التصلب. طبعا أخذين بعين الاعتبار نحن لما بنعمل التصلب بشكل صحيح، لما نجري إجراءات التصليب بشكل صحيح، فحناخد مادة كومبوزيت متبلمرة بشكل يخدم وخواص ميكانيكية جيدة ضمن الحفرة الفموية. طبعا الماركشن الليكج، الارتباط مع النسج السنية هو ليس ارتباط خلص مثل ما بيقولوا صار الارتباط وراح طول العمر، لا، الارتباط مع مرور الوقت للكومبوزيت يزداد، بتصير عندنا العلاقة حفافية مانا كتير جيدة مثل الأملغام، ما قلنا الأملغام مع مرور الوقت تتحسن، لكن فيما يتعلق بالكومبوزيت لا، هو الموضوع مختلف. الايجينج ويؤثر عليها بشكل او باخر لترميمات الكومبوزيت.
لازم نعرف شغله انه التكنيك سنسيتيفيتي او الترميمات الكومبوزيت هي حساسه جدا لمعايير التطبيق السريريه مقارنه مع الامالجام. برجع بقول دائما الامالجام صعب التحضير سهل الترميم، الكومبوزيت سهل التحضير صعب الترميم، وهناك متغيرات كثيره لازم ننتبه لها، والا باي مرحله نحن بنفشل بنخطئ حيؤدي هذا الموضوع الى فشل الترميم لاحقا. بنوصل هون لاستطبابات تطبيق ترميمات الكومبوز على الاسنان الخلفيه المطلقه. خلينا نقول هذه الاستطبابات المثاليه اللي هي اذا احنا طبقناها ضمنها حتكون نسبه الفشل السنويه متقاربه مع ترميمات اخرى. انتبهوا لهالنقطه هي بشكل كتير كبير. اذا المريض لازم ما يكون عنده حساسيه لاي من مواد الكومبوزيت، ايضا المريض لازم ما يكون عنده كمان صحه فمويه جيده، لازم يكون نقاط الاطباق الاوليه موجوده على نسج السنيه وليست على الترميم، لازم المريض ما يكون عنده عادات سيئه واطباق طزاز او فعاليات اطباقيه مرتفعه مشان ما يؤدي الى زياده الضغط على النسج السنيه، لازم الاسنان تكون قابله للعزل بالحاجز البطاطي، لازم تكون الناحيه الجبانيه مطلوبه وفعلا يعني مو مجيد نحط والله نحن على سطح الوحش لان ثانية علويه ترميم كومبوزيت وجدار نسوي نازل تحت النسي يقول والله انا عم حقق الناحيه الجماليه، مين هذا بده يفوت لجوات تم المريض ويطلع على سطح الاطباقي لوحشي راحه ثانيه علويه، لذلك هذا الموضوع بدنا ناخذه بعين الاعتبار، والعرض كما قلنا لازم يكون ماله اكثر من ثلث المسافه ما بين رؤوس الحدمات، وبنرجع هذا بيخدم نفس الفقره تبع انه نقاط الاطباق المركزيه مع اسنان المقابله تكون متوضعه بشكل اساسي على النسج السنيه، والحواف كلها تكون ضمن حواف مينائيه، لانه كلنا بنعرف ان الارتباط مع النسج المينائيه هو اعلى افضل من الارتباط مع النسوج العاجيه. بتمنى هيك تكون وصلت الفكره، وهي تكون عباره عن مقدمه لنا فيما يتعلق بترميمات الكومبوزيت الخلفيه، ورح نتابع بمحاضرات قادمه طرق واساليب تطبيق هذا الترميم. يعطيكم العافيه.